البرمجية على البنان بخمسة ليل في البونية تلعب. ديت البنان شوفك شاد صفن بكري على البنان. صافي يا ولدي اللطف برا اللطف لطف يوم الحكس بالله حالة. قداش البنان يخدم؟ 5000. الكاليتي كيفاش؟ الكاليتي هاي تنجم تشوفها. ها فاف هاي الكاليتي. ها عندك الحق ياخذ 2 كيلو ماكس. هاك الكاليتي طيب شوي لما حالة. هكا هي بيدة هي بيدة. فماش صار بخلاف البطاطا ما فما شيء. شما فما شيء بنان ولا بطاطا هذيك هي. سمعنا بالبنان تقطع سمعنا بتسعيرة البنان ولينا نجيو من ولايات الكل باش ناخذ بنان ب 5000 اللي يسمع يقول معناتها البنان نطيبوا به ولينا لدرجة هذه. هذيك أموره هذيك يحب هو ما نعرفش هو يحب صغير ويحب البنان زي مساكن سبحان الله صغير صغير هو قصة مراها ب 5000 شيء سبحان الله أخي هو ما مشالهاش ب 10000 و 8000 مشى لها هو ب 5000 عنده الحق. واحد منهم؟ لا أنا واحد منهم مش أنا عندي صغار أنا واحد منهم أنت بيدك كيفي تاخذ ب 5000 ترى بالسوم هذا يساعدك. خذيت كيلو واني مروح كي ناس 4 كيلو ولا 5 كيلو كيلو خذيت فهمني هو يرحم والديك صاحبي اخويا هو ما شيء تو انت جيت جيت على البنان على البنان على البنان بحذايا انا في الباساج معناها خطوة قلت مني نعمل دوره ومني يضيع الوقت خذيت كيلو بنان خذيت لي 10 وناخذه بال 5 كيلو نغزل له رغبه ما حكايه فارغه هذيك هي هذيك هي الرغبه هي اللي تغلي الدنيا الكل فهمني خويا توا ما بارابور المارشيات الاخرين معناها عندك ما خلى شيء على سيدي البحري الصوم هنا ما خلى شيء على سيدي البحري كيف كيف عندك باب الفله وحلفاوين برجوليه ما شاء الله والله العظيم. ما ثم شيء خويا يكذبوا علينا من الاخر وعلى الاخر لا منتج لا مستهلك يا ولدي يا ولدي من منتج ديرك تتعدى للمنتج اسمهم غالي فيك سامح وريني كاميرا يديه فارغه ما عندك ما خذيت حتى شيء يا الحوت ب 35000 الحمل علوش ب 42 43 دينار علوش بالبونو لا هوني معناتها باش تكونوا واضحين بالبونو لازم تجي سبعة اسابيع يا خويا فوضى البنان التيكيه موجوده وما ثماش بنان الدقله سيح يا معلم جبشتيك ما ثم شيء نعرف منتج مستهلك حاجه فريش وسويم طايحه سوق موازيه كيما الحوت مثال كيما الوراتا ولا الواحد تعمل ب 35000 وتعمل سوق موازيه ب 15000 معقول هما ذا تجي تحط لي خويا اللحم بذينا الفلفل يخدم 3800 البرا يخدم ب 3200 ولا ب 3200 هنا 3800 زياده لهنا والفوضى لهنا اغلى خويا ماذا ما اسم المنتج المستهلك؟ ما هي صحيحة الحكاية. ها نقول لك من الاخر وعلى الاخر. خليلو المستهلك. المستهلك مشى الزوالي في العفيس خويا. والله العظيم مشى والله. يس. ظهر لي معناتها تو بعد ما جيت هوني تعبت ليسونس ومصروف وكل شيء. خلصت الباركينج خويا. زدت خلصت الباركينج ودخلت عملت دورة ندمت ما نكذبش عليك. نمشي نشري من الخضار في حومتي خير أنا. النفع ولد حومتي خضار ولا زازار خي ما تاوش ترسي معناتها في مشي من الحومه وكا انا نهبط انا لهنا نتفرج نعمل دوره ونرجع كي زايده كي زايده على مراد الله على مراد الله اخويا الصحيح ما ثماش شوفيك خارج التمت معناتها سوق منتج مستهلك تحكي وحدك اش فهم لانه فوضى اولا ماهوش منظم ما نتصورش هذا تابع للدوله الدوله ما تعملش حاجه مش منظمه الاسعار قوية برشا البرتقال الحلو ب 2800 يبيعوا فيه برا ب 2000 اللحم بالنميرو الحوت السعر بتاعه مرتفع برشا ولهذا ما نصورش هذا من المستهلك الى معناتها من المنتج الى المستهلك وانا ما كالعاده تحيل وين مراقبين الاسعار وين وزاره التجاره وينها غايبه غايبة إذا كان المسؤول غايب معناتها اليوم غياب كل وزارة التجارة غياب كل يعني لا أدري لماذا أنا ما أدري لا ويخرجوا معناتها في الإعلام يقولوا فهمت لا من منتج المستهلك يعني فوضى بصراحة فوضى فوضى يلزمنا التنظيم يلزمنا أكثر يعني وحرص على معيشة المواطن يعني
اليوم كيلو لحم ب 40 دينار 40 دينار لبرا يعني، السميك قديش المواطن؟ 400,000 يعني 400,000 إذا أبسط حاجة. طبعا خلينا نعمل تقييم كلي معناتها الجولة متاعنا الداخل والبرا، باهي نعمل مقارنة. الفلفل هوني يخدم 3800 اللي هو البرا بقداش يخدم؟ ممكن البرا ب 3500 3400 راه، وممكن أقل 3000 بعض الأحيان يعني. هوني معناتها قبيك نحكي معك شوف الكواليس، قلت لي معناتها كان البنان مسعرين فيه 5000 وحتى جات كاليتي باهي معناتها بارسا فما حد شيخ. ما انا ما شفتوش البنان الحق، وانا ما ممكن خاطر الرئيس شد صحيح في تسعيره البنان يعني هو احترمه شويه، ولكن قاعد يمدوا ممكن في بضاعه فهمت لا هكا عليه الظهر وشرى وغير صالح للاكل يعني. ممتاز القدره لهنا اسوام في متناول ومعقولة، مش اللي طايحة على الاخر معقولة باهية. كي نحكيو على الفلفل 3800 اللي هو البر يخدم 3400 تسمى باهية هوني سي. نهار الجمعة خذيته ب 3200 نهار الجمعة. نحكي لك توا 3800 اللي هو البر يخدم 3400 يعني هي بيضة الحكاية عبارة لهنا أغلى هي بالنسبة لليوم. إي مالاش بيك تقول لي هاي في المتناول معناها. في متناول لا بطاطا رخيص صراحة البطاطا بالحق البطاطا اي، اما الفلفل اليوم غالي صراحة، اليوم اصبح غالي الفلفل. اللي قبلك خارج قال لي بالحق هذا معناتها منتج مستهلك، ما فماش منتج فما كان مستهلك غلاه وكويم فما حتى شيء برا ارخص. ليه بالنسبة لليوم غالي؟ بالنسبة لليوم غالي، انا خذيت نهار جمعة مش هكا الاسوان نهار جمعة ولا نهار الاثنين، اما كيما قال لك كان البطاطا، اما الاسوان ما رجعت. دبرت بونو باش تاخذ الحم ولا؟ لا ليه بونو ليه يا ودي، انا الحم هو ذاك يعني الحم فتيمه هذيك علاش صغير بالحق؟ ليه علوش فتيمه ذاك انثى وانثى، مش حتى علوش مش علوش، حتى الماكله ما تجيش بنينه. ما نعرفش السوم قداش بصراحه، ما نعرفش ما نعرفش السوم. 29500 في بالي 29500. فاش تقول قالوا بالبونوات اللحم مش فاهم انا 29500 وشوف علوش ولا علوشة ومن السبعة متاع الصباح حتى 8 متاع الصباح يبيع البونوات، والحمل 11 متاع الصباح هو كاو اذا كان ما تجيش الصباح ما تبقاش حتى بون. فهمت؟ اما كل شيء غالي توا يقول من منتج المنتهزك، مش معناها من منتج المنتهزك، معناها اللي يعمل في السلعه اللي فلاح هو اللي يبيع. توا هذوما قشاره مش بياع، كلهم قشاره، حتى الحوت هاو تشوف فيه كل الحوت هاو تريل يا سيري تريل يا جويده 24500 ذرين رماد على عينين. هو صحيح يجيب ربي يعطيك الساحة، كل وراء بروتوكول ما فما حد شيء. نقطة منتج المستهلك، أغلب العباد تقول لك اليوم المنتج ما جاش، كان المستهلك موجود اسم الاسم من المنتج من المستهلك، الاسم صحيح أما تطبيق ما فما شيء، كله حبر على ورق، ذرين رماد على عينين وكاو من الاخر. كاش البطاطا ب 12% صحيح، انا ولد منطقه ريفيه واسواق اسبوعيه فهمتني، صحيح البطاطا عندنا ب 15% هكا. الفلفل ب 3800 تحتليين ولا ايه؟ من برا ب 3400 لا، واللي يقرك تو في تونس هذيا يقول لك تو الفلفل مش وقته، الطماطم مش وقتها، الجناريه مش وقتها، البطاطا مش وقتها، الحوت مش وقته نوا، من الحم ما تاكلوش غالي، هي شيء ماش بشكل، حتى الحشيش ما فماش مطر ماهوش وقته زاد باش ناكلوه. السويام كيما نقول لك معناها الايامات الاولى باهي هذا ماهوش منتج المستهلك، هذا فهمتني الفلاح يسمى يضرب في المستهلك، الفلاح كي يجي منتج المستهلك كيلو البطاطا يبدا مثلا بدينار، كيلو الفلفل يبدا مثلا 15% 17%، في الاسويام هذايا منتج المستهلك مش كيلو فلفل 3800 وتترخص لي في البطاطا. ليش المنتج مستهلك؟ كان الاسم كيما قال لك الاسم وكا طاير الاول كيكه بها يركحوا بها العباد وبعد انا فا انا مقص زيدوا مازال يتنفس اليوم المواطن التونسي؟ كان البطاطا ما عادش تو بالسيف مسكين المواطن التونسي يتنفس بالسيف بالسيف بالعمر ما عادش فما نفس ما عادش نفس سكر عليه تخنق فهمتني. وان شاء الله ربي وان شاء الله خويا ربي يجريها على صلاح، وان شاء الله خويا ديما الواحد ديما يلقى كيفاش يتحرك ويلقى حوايج رخيصه ويلقى كذا، ان شاء الله ان شاء الله ربي يحرك سبابك. غالي بالحق البر ارخص بالحق، السوق هذا في بلاش. فما فرق بين البر والداخل بالنسبه للسوم، بالنسبه حتى الكاليتي باهي السوم معناها سان امبيش باقي ديما 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 غالي ديما غالي. المواطنين يقول لك البر ارخص من هوني، معناتها العكس ولا يقول لك الفلفل برا 3600 وهوني 3800. لا مش صحيح مش صحيح مش صحيح،
نمد هنا خير ويمكن غادي لبرا فهمت، لكن الكاليتي نتاعها مش هذاك، هنا كاليتي على الاقل باهي مجدوني، غادي لبرا ما يخليكش تفرق، ما يخليكش تخمم بكل، ويخليكش تفرق لا تنجم تختار انت لحد شيء فهمتني، الور هنا خير. يبقى حاجات اخرين موجودين حق حق زيد ياسر تبارك الله، العباد هابطه برشا ربما حق ربما اكثر رميز خير من هكا عاديه الصواب عاديه كيف 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 البركه بالداخل. فما كان حكايه صغيره قليله في الدجاج ولا في الواحد، اما الصواب كلها عاديه كيف كيف. خلينا في الخضره شويه، كيقول لك الفلفل، انا الفلفل برا يخدم 3600 هوني يخدم 3800 هوني اغلى من برا، اغلى من برا. نمشي نعمل دورة في السوق ونرجع لك نجاوبك. أنت منين جيت؟ أنا جيت من ريانا، من ولاية ريانا. من ريانا خليت تسويق ريانا كل شيء، جاي باش تقضي من وين يا أخي الشرير؟ شريت طرف دقلة ولا 7500 وبتاع سحور ومروح. أكاهو. تقضي حتى شيء من وين؟ لا أكاهو. لا باش السودران، باش السودران نعمل دورة غادي. ما فما حتى فرق، حكاية فارغة. كيف الأسعار كيف 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 في المارشي السنترال كيف الموجود هون. المواطن اللي قبلك، المواطن اللي قبلك قال بحرف الواحد قال في الحلفه وين الفلفل يخدم 3400 هون يخدم 3800 وين وين من المنتج الى المستهلك ويني. احنا تو موجودين في الريون تاع جبونات، كيفاش شفت الاسواق؟ هذه باهي السوم هكا مرفقه، ارفق من برا، ارفق من برا برشا، بعيد برشا. دخلت شفت الخضره والغله ولا مازال؟ لا مازلت والله مازلت، ما نكذبش عليك. أما العظم 11400 غالي شو باهي هكا. اسمع شو 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 نقول لك حاجة من الأخر، من الأخر مادام احنا مش قادرين ننجو برشا دونك هكا زايد مسكين بالله يعاني ومواطن يعاني، زوز زوز يعاني، وهي هي الكل مشكلة فين؟ في الوساطة، الوسيط هو اللي يشعل لنا النار، هذاك هو. اما الحمد لله.